بسم الله الرحمن الرحيم. وفي اول حلقه عندنا في برنامج الجديد الذي يبث على قناه مابريس تي في على شبكه الانترنت، عندنا برنامج اليوم الحلقه الاولى ديالو يوم مع مقاوم. واليوم عندنا لقاء مع احد الرموز المقاومه سابقا في مدينه الخميسات، والذي كان يعد من رجالات عصر المقاومه وجيش التحرير انذاك. اليوم عندنا لقاء مع السي بوعزة العواد، احد الرجالات اللي قاموا بعمل كبير ابان المقاومه. اليوم غادي يعاود لنا القصه ديالو، كيفاش بدا هاد المقاومه، وكيفاش من الصغر ديالو. غتعاود لنا القصه ديالك السي بوعزة، من الصغر ديالك كيفاش بدات حكايتك مع المقاومه، وكيفاش وصل بك الوقت الان. العواد بوعزة بن محمد بن الحسين، مزاد 1936، دوار اتقصو اتمن عيسى قبليين، مهاجر في فرنسا هذه 50 عام. وانني من صغر شباب كنت مهما انني كنا كنتلاقاو حنا الشباب وبغينا نعني نحروا بلادنا، وكنت يعني باغي بين هو نحقق هدوف ديالي، والحمد لله. وكنت يعني مسؤول باش نحرق فيرما ديال الكفار ديال هذه المهمة ديالك اللي كانت معطيها لك في ذاك الوقت. هي اللي عطوني الناس اللي هما كبار عليا مسؤولين. وثانيا في الليسي كنت كيعطوني المناشير كنفرقو في المدينة، والمسؤول اللي كيعطي المناشير وهو ولد عمي كاع سميتو ابن عاشير عبد السلام. داكشي في المنطقة ديال الخميسة. الخميسة تيه وزابيت قاع ديال رجال دارك بعيدك. وثانيا كنت شديت في الحبس 55 مدة 4 شهور ونص، يعني بين 55 و 56. خرجت في الوقت هذيك، خرجت من السطوع، يعني خرجت يعني من جوا تما كاين التاريخ عندي غادي الملف داك. ومن بعد يعني بقيت خرجت من الحبس، ومن بعد هبطت لوادبات كجيش التحرير. انضميتي لجيش التحرير؟ مشيت وادبات جيش التحرير، ومن بعد جاء رجوع سيدنا رحمه الله محمد الخامس من المنفى، والحمد لله. واليوم انني كمقاوم كنطلب حقوقي من السلطه، من جميع المسؤولين، لان عندي الوثائق كامله كانني مقاوم. كنطلب يعني يشوفوا الملف ديالي، ماشي غير الملف واحد، راهم شي 5 اللي درتهم راهم في الرباط ما نعرف كيفاش، وراه في الرباط بغيت يشوفوا الملف ديالي، لانني عندي الشواهد كامله عندي، لا الشيجن ولا هادي ولا العمل وكل شيء، ها الوثائق. لاني هنا الشيجن هذه المده ديال الاعتقال. الاعتقال الشيجن هنا العمل من رئيس المقاومة، شهادة تزكية العمل الوطني إبان الكفاح المسلح اللي تعطاته سنة 1956. هذه شهادة تزكية، هذه هي نيت لا بأس الحال. هذه فيها بعد شهادة ديال السيد محمد الشانة، محمد الشانة بن دريس، المهم اللي كان معترف به بالسكن القبليين. اها. وهذا طلب، هذا الطلب اللي قدمتيه انت، هذا الطلب قدمه السي بوعزة المندوب السامي، المندوب السامي لقدماء القدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. هذا الطلب واحد كنتي قدمتيه طلب. بزاف الطلبات، ماشي غير واحد، بزاف من الناس المقاومين هما معانا. وهما هادو معترف بهم، هادو عندهم الصفه ديال المقاوم. انت يعني انت بغيتي المقاومه استدعت بالمقاومه، يعني هادو كانوا بالخميسات من سميتو من كاتبه فوزيه اللي مسؤوله على في المقاومه ديال الخميسات. هادو كانوا معاك في ايام تاع لا ما كانوش معايا. دابا هادو تسمى كاع مقاومين. انا نفس في الاول، وهنا راه كما سميتو خلال الباشا، وكاين يا اخي كاين الباشا لابس يعني العامل ومسؤوليه ديال المقاومه اللي ما شافوش الملف ديالي. علاش ما عمرو كتبوا لي واش الملف واش خاصو، وجيت عندهم
وجيت لهنا الخميسات وقال لي يا ودي المهاجرين اللي هما كيعيشوا في فرنسا كيخصو يعطيونا لا كارت ريزيدونس. صورناها صورت لهم لا كارت والجواز ديالي واليوم ما شت حتى، ولكن اللي بقى فيا انا ماشي على الشهاده، بقى فيا ولادي. ولادي اليوم راه الولد عندي كبير عنده 50 عام كيقول لك با علاش كنشوفوا هادشي ديال مقاومه وهادي وهادي وانت با ما معروفش كاع. اللي بقى فيا انا هذا هو. يعني خاصك انت شي حاجه تثبت باش تثبت لولادك الاهل ديالك لانك كنتي مقاوم. كنت مقاوم يعني في كنت، والناس اللي ما عندهم والو راه مقاومين. وعطينا بعض الاعمال ديالك اللي قمتي بهم من بعد الفتره ديال الاستعمار والاستقلال، اللي مشيتي لفرنسا شنو كنتي خدام تما فرنسا؟ خدام فرنسا، خدام واش نقول لك، خدام خدام الحمد لله كل شيء، وكنعمل جميع الوسائل ولا بغاو الوثائق نوريهم. وانا اللي درت القناه الاطلس، قناه الاطلس جات عن الاطلس، وكنت يعني عضو في اتحاد زبون الخبيسات، وانا اللي طلبت باش شنو هو نديرو لي زابونومون. انا اللي طلبتهم السي الكرتيلي، قلت له غنديرو لي زابونومون بثمن 50,000 ريال سنويا. فعلا درتهم انا هو الاول، ودرت في الاوتيلات وراهم ما عندي ما يقول ولا هذا هو. والهيم عاوتاني كنعاون المهاجرين يعني اللي هما ما عندهمش الوراقي معروف، يقول لهم العواد الفرنسي معروف. وانا اللي عرضت على فرقه ديال المحمديه 19 عام. انا اللي عرضت هادشي في حد ذاته السي بوعزه راه مقاومه في العصر الحالي. يعني مقاومه يعني اي واحد تيجري في مصلحه الوطن تيتسمى مقاوم. وعندي شهاده شرفيه، راه شرفيه عندي شهاده شرفيه، والسي العواد خصي يسحق التنويه بالعمل اللي كنعمل المهاجرين. عندي عاش الملك، الله، الوطن والملك.